خليني بقى اروح مع حضراتكم لمشهد انساني جميل، وهو فرق انقاذ تحت اسم احنا معاك. الفرق دي بتلف كل شوارع مصر ده باتوبيسات على مدار 24 ساعه علشان تبحث عن الغائبين المفقودين البردانين، الناس اللي موجوده على قوارع الطرق، الاطفال بلا مأوى، الناس اللي مش لاقيه سكن كريم، الناس اللي مش لاقيه مكان تعيش فيه، الناس الاطفال اللي تايهين عن اهاليهم الى اخره. وطبعا بتتلقى بلاغات على عن طريق الخط الساخن اللي يعني هيظهر امام حضراتكم على الشاشة لدور الرعاية الاجتماعية، وأيضا على رقم مختصر. طيب الكلام ده طبعا هو تنفيذا للبرنامج القومي لحماية الأطفال، واللي كان أطلقته أو أطلق مشروع أطفال بلا مأوى في أكتوبر 2016 بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، وده بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وطبعا مواجهة ظاهرة المشردين وتقديم الدعم لكل يعني المحتاجين. البرنامج ده بتموله او بيموله صندوق تحيا مصر بقيمه 114 مليون جنيه، بالاضافه ل 50 مليون جنيه من صندوق اعانه الجمعيات في وزاره التضامن الاجتماعي. جميع الوحدات المتنقله حضراتكم شايفين صورها دلوقتي موجود فيها اخصائي نفسي واخصائي انشطه ومسعف ومسؤول اداره حاله، وطبعا كلهم بتكون مهمتهم هو التعامل مع الأطفال والمشردين والأشخاص الموجودين في الطرق، اعطائهم الأمان، اعطائهم الثقة، اعطائهم الدعم النفسي، توجيههم، ده بالإضافة طبعا إلى محاولة يعني التفاهم معهم علشان يذهبوا معهم إلى المكان أو إلى يعني المؤسسة اللي هتكون فيما بعد هتستقبلهم، هتستقبل هذه الحالات وهتتعامل معاها. معانا دلوقتي على التليفون أستاذ حسني يوسف، هو مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن. مساء الخير يا فندم وأهلا بيك. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك والساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. يعني طبعا اكيد المشهد اللي احنا شفناه من تنقل السيارات والقوافل علشان تروح الاماكن المحتاجه، وتروح الاماكن مش بس الاماكن اللي محتاجه، تشوف الشوارع، الاطفال البلا مأوى والاشخاص المشردين والناس الغلابه اللي قاعدين، اكيد منظر في منتهى الروعه وبيبعث على الثقه والتفاؤل. كلمنا اكتر عن البرنامج ده يا فندم، وهل في مدى زمني معين بتعمل فيه هذه القوافل علشان يعني تجوب كل محافظات مصر؟ هو الحقيقه البرنامج ده حضرتك زي ما تفضلت كده هو بالشراكه ما بين وزاره التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر بالتمويل اللي حضرتك ذكرتيه. الهدف هو يعني حمايه ورعايه الفئات اللي هي في وضعيه الشارع، سواء كان الاطفال اللي هم بلا مأوى او الاطفال يعني معصور عليهم او الاطفال اللي هم يعني بيعملوا في الشارع نتيجه طبعا الظروف الاجتماعيه. المبادره الحقيقه يعني هي بدات زي ما حضرتك فضلت 2016، ولكن بناء على التوجيهات الجديده نظرا نتيجه الظروف الجويه القاسيه اللي بتعيش بها البلاد دلوقتي، في توجيهات الحقيقه بالتنسيق ما بين برنامج حمايه الاطفال بلا مأوى وما بين المبادرة الموجودة بوزارة التضامن الاجتماعي وهو فريق التدخل السريع للتنسيق، ويعني ان الفرق دي تجوب الشوارع تشوف الاطفال اللي هم في وضعيات الشارع او اذا كان في مشردين او اي حالات انسانية موجودة في الشارع تحتاج لحماية. الهدف هو تحويل هذه الحالات من الشارع والظروف القاسية اللي بيمروا بيها إلى دور الرعاية والحماية. جميل. داخل الدار بيلاقوا فيها الحماية الكاملة والرعاية. بيروحوا فين طيب يا فندم؟ يعني هل يعني بيتم توجيههم إلى أماكن معينة ولا مازال حتى الآن لم يتم الاستقرار على الموضوع ده؟ لا حضرتك في زي ما شفتي الفرق اللي هي على الوحدات المتنقلة، الوحدات المتنقلة ذاتها دي تعتبر زي مؤسسة رعاية متنقلة. هي مزودة بمسعف وبأخصائيين نفسيين واجتماعيين بيشوفوا ايه الاحتياج بتاع الحالة دي وفيما بعد بيودوهم فين الأطفال. أنا بقول لحضرتك لو ما لهمش أسر فعلا بيروحوا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. مؤسسات الرعاية دي مجهزة ومهيئة بالفرش وبالأساس وبالتجهيزات الكاملة وبالمطاعم والمطابخ وجهاز وظيفي هناك بيستقبلهم
جميل. وبيعمل معاهم على يعني حلول للمشاكل اللي هم عايشين فيها. ولو ليهم أسر موجودة على قيد الحياة بيلحقوا بأسرهم دي، بيتم البحث عنهم وبيلحقوا بيهم وبينالوا الرعاية الكافية. أنا بشكرك جزيلا أستاذ حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن، وده بيأكد لنا أنه إحنا فعلا مهم جدا ان يكون هناك تكاتف بين كل المؤسسات وكل الجهات، علشان ما يكونش في شخص نايم في الشارع من غير سقف او من غير بيت يحميه او من غير رعايه من يعني الحقوق، ابسط الحقوق الممكنه، المأكل والملبس والمشرب والمسكن الكريم.